طبعا هنا بتكلم على انواع الكشافات. في كشافات لما هتشوف دلوقتي في الشرح الريسيزد، تمام، والسيرف سيرف السطحيه. الريسيزد يعني كشاف معلق، تمام، او داخل في السقف المعلق، بيسموه الدروب سيلينج او بيسموه الفولد سيلينج، تمام، فده بيبقى ريسيزد، تمام. وفي سيرفس، افتكر الكلام ده، الريسيزد ماونتد والسيرفس ماونتد والبندنت، تمام، والحاجات اللي بتركب على الوول. بعد كده اتكلم على الكفر، اتكلم على الكشافات البول والكشافات اللي بتركب في الارض. طبعا ده بيختلف بقى من شركه لشركه. المفروض انت هتبدا تدخل في الشركه يدي لك بقى ايه الموديل بتاعك، والميزه ان هو بيدي لك كل حاجه عن الكشاف. يعني لما هنيجي نشوف كشافات اي شركه تانية هتلاقي الموضوع ماشي بنفس الاسلوب. يعني هنا بيقول لك ايه، ده دي ال 400 داون لايت، ده داون لايت ريسيزد. ادي اول كلمه ايه بدات تظهر عندنا، ريسيزد ماونتد، تمام، ده بيبقى راكب في السقف، سائط في السقف او معلق في السقف. ماونتد ديكوريتيف، شكله حلو ديكوري. ليد داون لايت، بيبدا يدي لك بقى اللي احنا نبدا نشتغل عليه في الشرح، اللي هو ايه التكنيكال سبيسيفيكيشن. السيلينج تايب، بيدي لك نوع السيلينج، تمام، بيدي لك اللايت سورس نفسه اللي هو المصدر بتاع الاناره اللي هي الدايه اللي من جوه دي شغاله ايه، تمام. بعد كده بيدي لك اللومينس فلكس، دي مهمه جدا، انا بطلع تمام كام ليومن. اللومينس فلكس دي مهمه جدا، اللومينس فلكس دي مهمه جدا. هنا اللمبه دي او الكشاف ده بيطلع 1250 ليومن. الكالر ريندرنج اللي احنا قلنا عليها، الكالر ريندرنج اندكس 80، واحنا قلنا كل ما تزيد يبقى افضل. الكورليتد اللي هو السي سي تي، كورليتد كورليتد كالر وورم وايت. انت شايف الورم، الورم اهو كام؟ الورم وايت، الورم وايت 3000 كلفن، وورم وايت 3000 كلفن. هو بيشرح لك حتى عشان تبقى عارف المصطلحات دي. المفروض انت كواحد دارس بقى ايه، دارس اناره، تبقى انت عارفها، عارف السي سي تي، لازم تحفظ من دلوقتي اهو من المحاضره دي السي سي تي، السي ار اي، دول اهم المصطلحات. اللايف تايم، تمام، 30000 كي دي يعني 1000 كيلو، 30000 اور، تمام. الاوبريتنج تمبريتشر رينج، درجات الحراره اللي بيشتغل عليها في النورمال، بيشتغل عند درجه حراره 25 درجه سيليزيوس. الدرايفر، الدرايفر اللي هو بيشغل اللمبه اللي ده، في انترنال درايفر وفي اكسترنال درايفر. الفولتج دي مهمه جدا، هل الفولتج اللي بيدعم، يعني لو رحت جبت لمبه هشغلها على 110 هتشتغل؟ لا، هو كاتب لي الرينج بتاعي من 220 الى 240، يبقى انا هنا اشتغل على كام؟ اشتغل على 220 اللايت بتاعي. طيب التردد ينفع 50 60، مفيش مشاكل. الديمنج، ان انا حد يعرف الديمر او الديمنج، خاصيه الديمنج ان انا اقدر اغير شده الاضاءه، تمام، او اعلي شده الاضاءه زي ما انا ايه زي محتاج. في حاجات بتبقى ديمر او ديمابل بيسموها، تمام، وفي حاجات نون ديمابل، يبقى لازم ابص هل انا اقدر اغير شده الاضاءه ولا لا، ديمابل ولا لا. طيب الماتيريال اللي هي اللي مصنوع منها الجسم، اللي هو البادي بتاع الماتيريال بتاعي، تمام، الفريم دايا كاست الومنيوم، مصنوع من الالومنيوم، من الدايا كاست الومنيوم. امرجنسي، هل فيها امرجنسي، يعني بيبقى راكب فيها بطاريه، تمام، على اساس انها تشتغل طوارئ ولا لا، اقدر اشغلها، تمام، طوارئ ولا لا. هنا بيقول لي لا دي مش هتشتغل امرجنسي. الكالر اللي هو الخاص بالبودي، جراي، رمادي زي ما انت شايف، تمام. الفريم، الفريم بتاعي وايت، ابيض، الفريم ابيض. الماده اللي بتصنع منها بقى الازازه اللي بره دي، اللي هي بيسموها اوبال، اوبال او بيسموها الاوبتيك، الاوبال ديفيوزر، الديفيوزر نفسه من ماده الاوبال، ماده عامله زي البلاستيك المقوى كده. الكونكشن، التيرمينال كونكشن هتبقى اوتسايد اللومينير، يعني انت هتوصل في اطراف طالعه في كونكشن وهتبقى اوتسايد لونير، لان الدرايفر اصلا خارجي بتاعها. انستليشن دي بتبقى الفيكسيشن بتاعها، تمام، بوصل الواير او الكونكشن بتاعي وابدا اعمل لها عمليه توصيل عادي جدا. طبعا هنا بيوري لك شكل الكشاف، بيوري لك الواتجز، بيوري لك الاي بي. اي بي هنا معناها، اي بي معناها اندكس بروتكشن، اي بي معناها اندكس بروتكشن، اللي هي ايه درجه الحمايه. الكشافات الداخليه كده كده دي مش هيدخل فيها ميه ولا غبار. الاي بي اللي هو الاندكس بروتكشن بيبقى رقمين، الرقم الاولاني بيعبر عن المواد الصلبه، تمام، او يسموها السوليد. الرقم الثاني بيعبر عن الليكويد اللي هي المواد السائله. فبتلاقي الرقم ده يقول لك والله الموبايل ده مثلا، او يعني في بعض الاوقات تدخل
تلاقي كشافات انت حاططها في الارض بترش عليها ميه كده باللي مفيش مشاكل، او حاططها جوه حمام سباحه فهي مغموره بالميه كاملا، او بتضغط عليها برجلك فهي محميه وبيجي عليها الغبار دايما، فانت ايه لا تتاثر بالغبار اللي موجود على الوسط المحيط. اما هنا ده بيبقى ده انترنال، انترنال يعني ايه؟ يعني داخلي، بيبقى موجود في غرفه فيها تكييف وبتاع ده، فالاي بي بتاعها هتلاقيه قليل 20. تمام؟ الجنرال انفورميشن بتاعك ادي الموديل اهو، دي ال 400 زي ما قلنا، الليد بتاعه من النوع اف، هنحكي عن قصه الليد درايف دي. تمام؟ اليومن 1250، الوات بتاع اللمبه دي مهمه جدا، يعني ممكن الكشاف ده كنت تلاقي مثلا اللي قصاده كان 50 وات في الفلورسنت، لا ده بيستخدم تمام 18 وات اللي هو القدره المستهلكه بهذا الكشاف. تمام؟ السي ار اي 80، احنا خلاص عرفنا السي ار اي اهي. تمام؟ الكلام ده يعني يعتبر ملخص للي انت عامله هنا، الكلر ريندرنج تمام اندكس، بقى كده الفولتج والتردد سايكل اللي هو الفريكونسي، اللايت كنترولر تمام اللي هو الكنترولر بتاعي اوبال، او الشكل اللي هو بتاع الديفيوزر ده اوبال، انستليشن الريسيزد تمام اللي هو ار يعني ريسيزد، طبعا الاختصارات دي او يعني او يعني اوبال ديفيوزر، الكلر لون الكشاف لونه وايت، فانت بتلاقي ليه بيحط قصه الاف والرقم 18 ده والثمانيه كده تمام، لان لما هي تيجي تطلب الكلام ده من الشركه هتلاقيه بص شايف اول رقم هو مدي لك الاوردرنج نمبر دي ال 400 ده البرودكت نمبر، بعد كده خد مين الاف ده ليد درايف، طيب بيطلع كام ليومن 1250، الوات بتاعه كام 18 وات اللي هي دي، طب الثمانيه دي اللي هي السي ار اي اللي هي ال 80 يعني تمام، بعد كده قال لك السي سي تي ب 30 حط الثلاثه، بعد كده قال لك كيو دي اللي هو الفولتج بتاعه تمام اللي هو فولت 220، يعني ممكن يبقى عندك 110 و220 فيقول لك والله كيو بتاعتي كذا، فهي كيو معناها 220 تمام، بعد كده حط لي او اوبال، طيب الانستوليشن ريسيزد، طيب الكلر وايت، طبعا ده بيبقى مختلف من شركه لشركه يعني انت ما بتحفظهوش، بس انت انا وضحت لك ايه اللي مكتوب هنا داخل الكتالوج، طبعا لازم يدي لك الدايمنشنز والبتاع ده هيتركب ازاي والماونتنج بتاعه، فادي الدايمنشنز دروينج، ادي شكل الكشاف بيبقى له سبورت بيركب هنا في الجنب وسبورت في الجنب، جوه جوه يعني المساحه اللي بيغطيها الكشاف تمام بتبقى 114 سم في 14 14 سم ونص في 14 سم ونص اللي هو الكات اوت اللي انت بتقص في الجبس وبتركب 14 سم ونص 14 سم ونص، بالبرواز الخارجي زي ما انت شايف كده بص شايف ده بيدخل، الناس اللي ما اشتغلتش يعني في التركيبات ده بيتقص على جوه جوه، بتركب الدراع ده كده بيركب جوه في الجبس يروح ماسك في سطح الجبس نفسه ويبقى الكشاف، يعني لما اجي اغيره بسحب الكشاف ده لبره بس بيطلع الكليبس ده لفوق شويه واروح مغير الكشاف، تغييره سهل جدا، طبعا الناس اللي ما اشتغلتش ممكن يقول لك طب هو الكشاف ده انا هغيره ازاي؟ ده بسيط جدا، ده بيركب الدرايفر لوحده تمام على الدروب سيلينج على البلاطات، وده بيركب بي بي بيركب كده بكليبس اللي هو فيه الكابل بتاع الدرايفر هوريه لكم تمام، بيركب البرواز اللي بره ده بيبقى طالع شويه عن الفريم، فده اللي هو بره بره يعني المساحه دي بتبقى ايه مغطيه الجزئيه بتاعت الجبس اللي هي اللي بره، هتلاقيها كلها بص كام الفرق بينهم 14 ونص 14 ونص، هنا كام 16 2 سم، يعني البرواز اللي بره ده هتعمل الفتحه على قد ايه يا باشمهندس؟ على 14 ونص 14 ونص، وهيبقى الحته اللي بره دي الشفه دي اللي بره دي اللي هي 2 سم طالعه من كل الايه؟ من الاربع اتجاهات، لان انت الكشاف عندك هنا ايه؟ سكوير، يبقى ده مهم جدا عشان لما يجي الراجل يقص في لان الجبس اللي انت بتشوفه ده بيتعمل الجبس او البلاطات، وبعد كده احنا بنيجي نركب الكشافات بنروح قصين المكان بتاعها ايه؟ في الجبس تمام؟ طيب بعد كده بيتكلم على حاجه بيسموها الفوتومتريك داتا، ايه بقى قصه الفوتومتريك داتا والكيرف ده دايما احنا بنهتم بيه؟ الكشاف بيفرش اناره بتاعته ازاي؟ يعني في كشاف تلاقيه كونسنتريتد يعني مركز، الكيرف ده ضيق كده شويه. في كشاف تاني تلاقي دي واسعه شويه، ده طبعا هنا الزاويه دي صفر،
زاوية مثلا هنا 15 30 45 60 تمام 75 لحد ما يوصل 90. يعني انت لو خدت الربع ده 90 درجة مقسمهم ازاي 15ات. مدى الفوتومتريك داتا ان الكشاف الكونسنتريشن او التركيز بتاع الكشاف ازاي، والحته دي مهمه جدا. بعض الابلكيشن انت عايز كشاف بيفرش اناره عاليه، في كشافات عايزه كونسنتريت زي الكشافات اللي بقول لك في السكك اللي بتتحط في المحلات دي، انا عايز اركز على واحد بيبيع شوز مثلا او واحد بيبيع هدوم تمام، بيبيع قطع غيار كمبيوتر، هو عايز يعمل اناره بوضع معين على على القطعه اللي بيبيعها دي بتعمل شكل جمالي للقطعة، فهو بيبقى عايز concentrated light. يبقى